exclusively on security grounds, and as following the downing of the Russian Metrojet airliner. And since then, the British government and the Egyptian government have been involved in detailed discussions to deliver improvements to security here at Sharm el-Sheikh. And I am told by our Department for Transport people that those improvements mean there is no show stopper to resuming flights. هو بيقول لحضراتكم انه فكره انه على العكس الحكومة البريطانية ووزارة النقل البريطاني اشتغلت في الفترة اللي فاتت مع الحكومة المصري في مراجعة أي دواعي أمنية في المطارات المصرية وبالأخص المطار في مطار شرم الشيخ. وسير جيرالد سأل وهو في بريطانيا ووزارة النقل قالت له إنه التعاون اللي حصل ده يعني قرب من النقاط اللي ما بين الدولتين وما فيش أي داعي لوقف السياحة في الوقت الحالي. في عودة السياحة إلى مصر، هل يعد ذلك موقفا عدائيا تجاه مصر بعيدا عن النواحي الأمنية اللي بتتلافاها مصر؟ وهل ده جزء من محاولات خنق الاقتصاد المصري والضغط على الدولة المصرية والرئيس السيسي ومعاقبة الشعب المصري على خروج يوم 30 يونيو؟ شكرا. Thank you very much for your question, because you have given me the opportunity to make a number of points that I wanted to make. بيشكر حضراتكم وبيشكر حضرتك على السؤال لانك بتديله فرصه ان هو يرد على اسئله كثيره او مواضيع كثيره هو كان عايز يطرحها. The idea that flights to Sharm el-Sheikh were suspended by Prime Minister David Cameron to damage the Egyptian economy as a political motive, or to punish President Sisi, nothing could be further from the truth, sir. فكرة إنه قرار رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بوقف الطيران لشرم الشيخ هو عقاب للشعب المصري أو عقاب للرئيس السيسي، ده بعيد كليا عن الحقيقة.